الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب يا مولانا. وياكم. لو سمحت يا مولانا، انا دلوقتي شغال مندوب مبيعات في شركه ادويه، وبيطلب مننا ان احنا نزور الدكاتره ونعرض عليهم الادويه بتاعتنا وندي لهم الرشوه ونكتبهم للمريض اللي جاي يشتكي من المرض اللي احنا كاتبين عليه الدواء. فاحيانا الدكاتره بتطلب مننا ان احنا نديهم مبلغ من المال مقابل ان هم يكتبوا لنا الدواء دوت كفايده لي، اللي هو العيان بيكسب والشركه بتكسب، فانا ليه ما اكسبش؟ فهو بيطلب مبلغ من المال سواء على شكل شيك او احنا مثلا نطلعه سفريه بره كمؤتمر علمي او نعزمه على رشوه. طبيب شرير حرامي. طيب يا مولانا، هل عملي ده كده وجود ده، واحيانا بيبقى غصب عننا اللي احنا بنعمل دوت عشان نحقق البيع اللي الشركه بتطلبه مننا، هل ده يعتبر المرتب اللي باخده حرام؟ لا، مش هقول المرتب اللي بتاخده حرام، لكن الفعل نفسه لا يرضي الله، ولا نحب ان نفتح للاطباء هذا الباب من الشر، لان الطبيب الان الا من رحم الله، في اطباء اخيار والحمد لله، يعني ناس على دين وعلى خلق كريم، وبعضهم يتابعون هنا اخونا عمرو الله يحفظه الدكتور عمرو، لكن في اطباء الان درجوا على الاتي، لا يقتصر على مرتبه كطبيب ولا على الفحوصات الاموال التي تنشا من الفحوصات، لا، ده هو يفكر كيف يصل بأقصى سرعة إلى الغنى الزائد، فيحول الشخص الذي لا يحتاج أشعة إلى الأشعة، ويتفق مع معمل الأشعة أن له 20% مثلا من قيمة الأشعة. مظبوط. يحولني للتحاليل وأنا لا أحتاج إلى تحاليل، من أجل 20% كلها سحت تشتعل في بطنه نارا يوم لقاء الله. يأتي الصيدلي يكتب الدواء، وحتى يكتب الدواء المطلوب يعني ممكن يكون علاجي في حبات اسبرين ولا اسكين من بتاع زمان التي تساوي 10 قروش، يكتب لي دواء ب10 جنيهات مقابل مال سحت سيأخذه من شركة الأدوية، وماشي على هذا. بعضهم يرسلك يجري لك عملية جراحية وأنت لست في حاجة إليها، واحد يصل به الامر ان كل مريضه تشتكي رجلها، يقول لازم رجلك تحتاج لكسر، يكسر ويقبس ولا محتاج الى كسر. فلا بد ان في اخلاقيات طبيب، نصيحه للاطباء في هذا الزمان. واحد يرسل واحد لدوله كافره في فرنسا ياخذ نسبه من المستشفى التي ارسل اليها المريض، من الفندق الذي سيسكن فيه المريض، يعني أصبحوا حيتان. الطبيب الأول كان موصوف بالأمانة، الطبيب أولا كان موصوف بالأمانة، يقول لك الطبيب ده أمين ومعطي عهد ومعطي وعد، إنه لا، أصبح الآن إلا من رحم الله الطبيب الأمين نادر، تبحث عن قوي أمين في الطب نادر. فمش ما أدري لماذا نقابة الأطباء واقفة مكتوفة الأيدي، يجب أن تتدخل نقابة الأطباء لمنع هذا، حتى يبقى للطبيب وقاره ويسلم أمام الله. وإن باب ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، يجب على نقابة الأطباء أن تتخذ قرارات في شأن الأطباء الذين يفعلون هذا، ومباحث تتدخل، من الطبيب المرتشي؟ من الطبيب الذي أحال شخصا إلى الأشعة ولا يحتاج؟ لازم تتحرك نقابة الأطباء، وإلا اتهمت هي الأخرى، وإلا اتهمت هي الأخرى بالتواطؤ. يعني نقيب اطباء يخاف اذا عمل شيء يسقط، ثم يسقط يا اخي، انت تعمل عمل لوجه الله ولن يضيعك الله. يعني يجب اننا نبث في الاطباء عموما ان يراقبوا الله سبحانه وتعالى في المريض. المريض جاي يئن من التعب، اتى يئن من التعب والالم، والله يا اخي ما معهم اموال يكشفون بها، ما معهم اموال يفحصون بها. يأتي يتسلف من هذا ويطلب الصدقة من هذا ويطلب الزكاة من هذا، يا جماعة كبدي خربان، كبدي الكلى تعبانة، أريد لوجه الله ساعدوني في الدواء. والآخر لا يبالي، لص كبير اسمه طبيب يبتز الناس. كفى معشر الأطباء، اتقوا الله في الناس. يا نقيب الأطباء تدخل، لا تسير مسير الكفار في أوروبا وتطبقونه في بلادنا. كان الطبيب زمان يسمى الحكيم، وكان الطبيب أمينا وناصحا،
تابعوا هذا يعني لجان مكافحة أو حماية المستهلك تتدخل وتوقف هذه اللصوصية. السلام عليكم. بعد إذنك يا مولانا، بعد إذنك. اتفضل. أنت في الحديث بس يعني أنا من يعني لولا أنه في سنده بعض الضعف لعن النبي الراشي والمرتشي والرائش. الرائش هو أنت. أنت الرائش يا من توصل المال من الراشي إلى المرتشي الوسيط. فلكن الحديث شوية فيه كلام لكن له شواهد. بدون اللعن يعني. طب يا مولانا بعد اذنك، انا مقتنع جدا برأي حضرتك، بس يعني حتى في الدكاترة اللي بنروح لها مرتاحين وشيوخ، فبيقولوا ايه، انا دلوقتي هكتب العلاج بتاعك وقدامه كذا علاج شبهه بيدي تأثير كويس وادوية كلها كويسة، فايه المانع اللي انا مقابل مثلا اللي انا هزود لك في الكتابة بتاعتك عشان انت تاخد ربح، كأنا مندوب الشركة يزود لي بيع من المنتج بتاعي والدواء بتاعي وهو مفيد. يا اخي انت بتنشر الفساد في الارض بهذه الطريقة. بالضبط، فهو ده كده. ننشر الفساد في الارض ننشر الفساد في الارض بهذه الطريقة. اصل هذا ليست قصر على الاطباء، السباك كذلك بقى ادوات السباكة، بقى ادوات السيراميك، بعد يرشي السباك حتى يحاول يشتري منه ادوات السباكه. بقى المبلط السيراميك يرشي المبلط حتى ياتي يشتري منه. اصبح لازم نكافح هذا الفساد. يعني رايك يا مولانا لازم أنا لو مكانك ابيع فجل ولا اشتغل هذه الشغل، اكون اسمي صيدلي رائش او صيدلي مرتشي، لا والله ابيع فجل وجرجير وفول مدمس احسن لي. ربنا يبارك. سيدنا زكريا كان نجار، وسيدنا نوح كان نجار، وسيدنا داوود كان حداد، وياكل من عمل يدي احسن ما اكل من شغل حرام. اروح اساعد طبيب حرامي على سرقاته وبكل بجاح يقول لك يا تدفع لي لن اكتب. ننادي نقابه الاطباء ان تتدخل. يا جماعه بلغوا نقابات الاطباء، بلغوا اعملوا حمله على هؤلاء الاطباء الذين ياكلون اموال الناس بالباطل. واي طبيب يشتري المراه راح حامل مجح، انتظرت ساعتين ثلاثه تولد، قل لا لازم شق البطن حالا ولا تموت، ويشق البطن ويستحل المال الحرام. السلام عليكم. طبعا يا حبيبي في استثناءات يا محمود الباز، كل شيء في استثناءات، ما زال هناك بقيه من اهل الصلاح، لكن نتكلم على سواد الاعظم اصبح هكذا بهذا القدر.